وليد، صباح الخير، أتمنى أن يكون صباحك جميلا خلال هذا اليوم. وليد، اليوم بمعيتي في الاستوديو الفنان يوسف المجيدي، تحدثنا الكثير عن معرضه وعن اللوحات التي تعبر عن الكثير من هموم وتطلعات وما تزهر به اليمن من موروث يعني ثقافي. وليد، الفنان المغترب هل يعتبر غربته تجربة مثيرة للمخيلة والإبداع وإنجاز الأعمال الفنية، خاصة وأنت مقيم أيضا خارج حدود الجغرافيا اليمنية؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على الاستضافة، شكرا لكم جميعا. اسمح لي أولا أن أهني زميلي المهنة الفنان يوسف المجيدي على افتتاح معرضه في دار الأوبرا والنجاح الذي حققه، سعداء بهذا النجاح حقيقة. بالعودة إلى سؤالك، أعتقد أن المهجر بالنسبة للفنان يعد فرصة كبيرة لا يجب أن يفوتها الفنان. هناك الكثير من المعيقات، ولكنها ليست شيء أمام ما يواجه الفنان في الداخل. الداخل يواجه فنان الداخل يواجه الكثير من المعيقات العد، لكن بالنسبة لفنان المهجر أعتقد أنها فرصة كبيرة له أن يختلط بتراث وبثقافة أعراق مختلفة وأجناس مختلفة من الفنون وأيضا من الثقافات المختلفة. بالنسبة لنا، أنا مقيم في الرياض، التقيت بأكثر من فنان جنسيات مختلفة. كان لنا معرض قبل نصف شهر تقريبا، ضم العديد من فنانين مختلفين من الدول العربية ومن الدول الأوروبية أيضا. هذا مثل بالنسبة لي فرصة كبيرة يعني أن أستفيد منهم، أستفيد من تجارب، وهكذا تختلط التجارب بحيث تكسب الفنان خبرة ومهارة مختلفة. طيب، كيف ممكن يتعاون الفرد مثلا مع الجهات المعنية من الدولة في الدولة عشان تحمي المجتمع من أي شيء يهدد موروثنا التاريخي العريق اللي يجب أن نحافظ عليه حتى لو بالفن؟ والله بالنسبة للجهات المسؤولة يعني التجاوب من قبلهم بيكون حقيقة صعب، لأن أكثر من تجربة مع الجهات المسؤولة. لا بأس في تفاعل بسيط، لا بأس في تفاعل وقت افتتاح المعرض، لكن على مستوى دعم الفنان، على مستوى الالتفات للقضايا التي يحاول أن يطرحها وأبرزها المحافظة على التراث والقيم. معظم قضايانا التي نحاول أن نطرحها هي الحفاظ عن الهوية اليمنية، الحفاظ عن البيئة اليمنية، الحفاظ على التراث اليمني. نحن نقيم منذ أكثر من 8 سنوات معارض في الرياض، هدفه الأول والأخير أن نقول نحن هنا، الفن التشكيلي اليمني هنا، ولكن كل هذه بجهود ذاتية. مثلنا هنا في الرياض، مثل زملائنا أيضا في القاهرة، أعتقد نفس المعاناة، كلها جهود ذاتية. نحمل على عاتقنا هم وطن، هم مواطنين، هم ثقافة، لابد أن نحملها فوقنا وتكون رافد أساسي من روافد فننا في المستقبل بإذن الله. لكن الجهات المسؤولة، ما قلت لك، لا يوجد تفاعل حقيقي يشار له بالبنان أبدا. هو يعني نتمنى أن الجهات المسؤولة تكون داعمة، لأن هي يا وليد المحتوى أو الوعاء الذي يحتوي جميع الفنانين والمثقفين والشعراء. طيب أخي وليد، هل يعني هناك من يتساءل هل الفن هو موهبة أم خبرة، أم يولد الفنان بالفطرة، وهل ممكن أن يعكس هذا الفنان عبر الألوان والريشة قضية يحب أن يصلها في إطار اللوحة التي يرسم عليها؟ نعم أستاذ العزيز، هذا جدل كبير حقيقة في الفن. هناك من يقول أن الفن للفن، لا يجب ربط الفن بقضية أو بمفهوم، وبالتالي يجب أن يكون الفن لذاته، قائم لذاته. أنا أرسم من أجل الجمال، من أجل الفن ذاته، لا من أجل قضية أخرى. هناك مجموعة من النقاد يؤكدون على أن الفن ضرورة، الإيمان بأن الفن للفن، وأن الفن بحد ذاته هو قيمة بعيدا عن القضايا الأخرى التي يعاني منها المجتمع. وهناك الجانب الآخر يقول أن الفن ما وجد إلا لخدمة المجتمع،
وبالتالي لابد للفنان أن يعالج قضايا ذلك المجتمع، ولن يتفعل دور الفنان والفن بشكل عام إلا إذا عالج تلك القضايا. أنا في الحقيقة لي موقفي من كلا الطرفين، وأنا شخصيا أرسم بكلا وجهتين النظر، أرسم للفن أحيانا، الفن للفن من أجل الجمال، من أجل التكوين، من أجل البحث عن خامات، عن الملمس، عن العديد من عناصر الفن، أبحث في عالمها، أخوض في عالمها من أجل الفن ذاته، من أجل الجمال، من أجل الخروج برؤية جمالية في اللوحة. وفي المقابل أناقش قضايا مختلفة يعاني منها المجتمع، أناقش قضايا العنف مثلا ضد المرأة، رسمت أكثر من عمل، أناقش قضايا الهوية والبحث عن هوية الإنسان اليمني، أناقش العديد من القضايا. لست متحيز لا مع الفن، جماعة الفن للفن، ولا مع جماعة الفن للمجتمع. أنا أربط ما بين الاثنين وأرى أحقية لكلا الجانب. طيب يا وليد، كان حديثي مع ضيفي أستاذ يوسف في الاستوديو أنه هل أثرت الغربة على أعمالك بشكل كبير أو بشكل ملحوظ مثلا؟ نعم بالضبط، نعم بالضبط. أنا بالنسبة لي أثرت علي بشكل كبير. أنا أتيت في بداية دراسة الماستر، أنا درست البكالوريوس في جامعة الدمار، درست على أيدي عراقيين، ولازلت وصلت هنا في السعودية وأنا أتمتع بالطابع الأكاديمي، الطابع الانطباعي، أرسم به على الدوام. النتيجة لاختلاطي بالفنانين، مثل ما قلت لكم، اختلطت بالعديد من الفنانين، فنانين درسوا في أوروبا، في أمريكا، في بريطانيا، واختلطت بهم كثيرا، وأحسست أنني لازلت أدور في فلك الأكاديمية والواقعية والمدرسة الانطباعية. لهذا حاولت أن أنا بنفسي قليلا وأنطلق نحو المدرسة التعبيرية. وأعتقد الأعمال اللي خلفي هي جزء من تجربة جديدة لم أنشرها بعد، ولن أنشرها إلا مكتملة بإذن الله. هي تجربة جديدة انطلاقا نحو المدرسة التعبيرية التدريبية. طيب أستاذ وليد، يعني سؤالي الأخير لك، هل مادة التربية الفنية بصراحة تعتبر أساسية في التعليم العام، أم أنه يجب الاهتمام بالمواد العلمية عوضا عن ذلك؟ هذا هو السؤال، هذا السؤال المؤرق بالنسبة لنا، وأعتقد أن أصحاب هذا وجهة النظر هم مخطئون تماما، وهم على عاتقهم الكثير من المسؤولية تجاه تغيير هذه وجهة النظر. الفن يا عزيزي هو جزء مكون وأساسي من شخصية الطالب، والفن عامة هو أساسي بالنسبة لأي مجتمع. انظر لو نظرنا فقط، أسأل هذا الشخص الذي يدعي أن الفن ليس له ضرورة وخاصة في وقتنا الحالي، أقول له سؤال واحد فقط هو الذي سيفصل بيننا وبينكم، بين هذا الجدل تماما، سؤال واحد فقط: لماذا لا تنظر يا عزيزي إلى عصر النهضة؟ انظر إلى عصر النهضة، كيف قامت هذه النهضة في أوروبا؟ لو درسناها بالمنطق ستجد أن هناك ثورة صناعية قامت واخترع فيها الطباعة. في المقابل كان هنالك الأكاديميات في فلورنسا، في إيطاليا، في البندقية، التي أنتجت لنا الكثير من الفنانين، منهم دافنشي ومايكل أنجلو ورافائيل. هؤلاء عظماء الفن نهضوا وتواجدوا في وقت ما قامت فيه الثورة الصناعية. وبالتالي لا يمكن الفصل بين العلم وبين الفن. صحيح. فالتعليم ذاته قائم على ثلاثة جوانب: الجانب المعرفي، الجانب المهاري، والجانب الوجداني. لا يمكن إغفال أحدهما على حساب الآخر، ومن يعتقد بهذا النظرية فهو مخطئ تماما. أيضا لدينا أيضا في الساحة اليمنية تزخر بالعديد من عمالقة الفن التشكيلي، آمن النصيري وحكيم العاقل، العديد طبعا من الفنانين ربما لا تستحضرني الذاكرة لذكر أسمائهم الآن. طبعا ضيفي في الاستوديو يوسف المجيدي يرغب أن يدخل معك مباشر في الحوار. تفضل يا يوسف، معك وليد. أهلا وسهلا دكتور وليد، حياك الله. أيضاً دكتور وليد، أيضاً في جانب الذوق الفني العام مهم جداً، يعني لا يمكن أن يرتقي الفرد ذوقياً إلا
بالجوانب الجمالية، بتهذيب نفسه تهذيبا جماليا. فمثل ما تفضلت وذكرت وقارنت حتى وصلنا إلى عصر النهضة وكذا، أيضا في الحياة العامة مهم جدا الفن لأجل تهذيب هذا المجتمع. نعم بالضبط. وبالتالي أنا أيهما أفضل، أن أخرج طبيب فنان لديه إحساس مرهف، لديها إحساس بالآخرين، أنمي لديها الجانب الإنساني من خلال الفن من خلال العواطف، أم أخرج طبيب جامد مقولب؟ وكذلك المهندس. جميل. وكذلك الأستاذ. عندما يتربى تربية عاطفية وجدانية من خلال الفن مع مروره في مراحل التعليم، أعتقد بأنه سيكون إنسان إيجابي وأكثر فعالية في المجتمع ونستفيد جميعا. لكن للأسف وأعتقد أن مدرس التربية الفنية ليس عبء على الدولة. تخيل أن في أي مدرسة 50 مدرس، بالله عليك. وللأسف من يقنعهم بذلك بأهمية، من يقنعهم بأهمية هذا الجانب؟ صحيح أستاذ وليد. طبعا هذا هو أستاذ وليد، هذا دورنا وواجبنا. مسرورين جدا بتواصلنا معك عبر سكايب، خالص تقديري ومحبتي لجميع الفنانين التشكيليين اليمنيين المقيمين في السعودية.